اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات برنامجكم بكره لينا. بكره هو الامل، هو التفاؤل، هو السعاده. وعايزه اقول لكم ان احنا سمينا البرنامج بكره لينا علشان بكره هو بتاعنا، كل واحد في ايده يحدد بكره بتاعه. يعني لو اتفائلت وكنت سعيد ومبسوط اكيد بكره بتاعك هيبقى كله خير وتفاؤل وسعاده، ولو كنت مكتئب ومتشائم اكيد بكره هيبقى كده. البرنامج كل فقراته بتتكلم عن السعاده وعن الامل، وكل يوم جديد هو امل جديد. وعايزه اقول لكم النهارده ليله النص من شعبان، طبعا انا مبسوطه ان احنا هنبتدي اول فقرات البرنامج بليله النص من شعبان. هنقول معانا دعاء، بعتذر النص من رجب. اللهم يا ذا المن ولا يمنى عليه، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الطول والانعام، لا اله الا انت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وامان الخائفين. اللهم ارفع عنا البلاء واجعل بلادنا تعم بالرخاء والاستقرار. كل سنة وحضراتكم طيبين.